افتتح يوم الخميس 12 ماي 2016 مهرجان التبوريد بجماعة الساحل لدحريز، والممتد إلى غاية 15 من الشهر الجاري، بتنظيم لوحات استعراضية في فن التبوريد بمشاركة أكثر من 30 صربة، يقدر عدد فرسانها بحوالي 500 فارس من مختلف مناطق المملكة. هاد المهرجان كنديروه كنشاركوا فيه حنا والجمعيه ديال جماعه خياطه، ونتمنى ان شاء الله يخرج الامور بخير، وان شاء الله هذا راه غادي يستمر كل سنه ان شاء الله. واكثر من 30 صربه الحمد لله جات ولله الحمد، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله كل سنه غيتكرر في نفس هذا الوقت. الناس اللي شاركوا في هذه الفروق ديال التبوريده جاوا من مختلف مناطق المغرب، جاوا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، يعني كلهم حجوا هنا رغم ان الصعوبه ديال التقلبات الجويه. مازال الان في هذه الحدود الساعه كيتوافدوا الفروق ديال الخياله وديال التبوريده باش يشاركونا في هذا العرس ديال الفروسيه التقليديه. ان شاء الله نتمناو مازال يمكن غدا يوم السبت والجمعه، غدا يوم الجمعه والسبت نتمناو المزيد من الوصول ديال الخياله باش يشاركوا في هذا الموسم ديال التبوريده اللي كتحيي جماعه الساحل والحريز. الناس ديال الجمعيه هما ساهرين على التنظيم، وكانت الظروف شويه كانت الشتاء وكان المناخ، ورغم ذلك نجحنا كنحاولوا باش ننجحوا هذه الدوره. الدوره الاولى كان ناجح وكنواعدوا بدورات اخرين غتكون اكثر. كاين دعم المولي الخيل من هذا، من علف، من شعير، من مواد غذائيه، مهم كاين دعم المدن اللي شاركوا، المناطق دكالة، بني مسكين، مزاب، صويره، كاين صويره، كاين بوطاقه، كاين اش غنقول لك، كاين فقي بن صالح، وعدد ما نقدرش نقول لك، كاين سطاج، كاين برشيد، كاين المناطق ديال هنا، كاين تقريبا نقول لك فوق من 12 صربه ولا 13 صربه قبل المنطقه من الجماعه من هنايا. كاين جديد، كاين ناس من جديده، كاين ناس من اسفي، كاين من عبده، المهم جميع المناطق زمعان نقول لك المغرب كامل، كاين ناس كاع، كاين كاع جاوا لهذا المهرجان كاع فرحه. ولحد الان حنا بادين في النهار الاول وباقي الخيل كتجي. هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية الخياطة الساحل للتنمية والفروسية التقليدية بشراكة مع جماعة الساحل ولاد حريص، تهدف إلى التعريف بالتراث الحضاري لفن الفروسية التقليدية والحفاظ عليه وبث قيم التعارف والتآخي والتسامح بين المشاركين ونشر ثقافة التبوريدة بين شباب منطقة الساحل ولاد حريص.